يا هشام يا هشام، المواعيد لسه داخل. بص انا شرحت ايه؟ شرحت الهيد لوزز، اول جزء في اللوزز، وشرحت بعد كده البايب كونكشنز. شرحت جزء كبير يعني، جزء محترم. هشرح ايه بقى دلوقتي؟ هشرح البايب نتوركس، اخر جزء في المنهج خالص، جزء مهم يعني، احضره. واللي فاتك الفيديو هتلاقيه موجود كده كده، فما تقلقش. تمام؟ طيب بس ان العدد يكمل بس او يزيد، يعني نفس الناس اللي كانت موجودة قبل كده تيجي تاني عشان محدش يفوتوا اي حاجة من اللي انا هشرح. تمام يا هشام، الرجالة لو اللي موجود حد بس يقول لي ان الصوت كويس، عشان لو الصوت كويس أبدأ على طول عشان نشوف آخر جزء ده ونخلص. حد بس يقول لي الصوت كويس كده ولا لا؟ انا كنت لسه بكلم هشام وهو رد عليا، بس حد بس يأكد لي يعني ان الصوت كويس. تمام يا عبد الرحمن، تمام يا مصطفى، الصوت كويس. يلا بينا. بص رجاله، ده اخر جزء. تمام يا جمال، تمام يا حوده، قشطه. سيكشن 16. تمام. اخر جزء بيتكلم عن البايب نتوركس. ايه حوار البايب نتوركس ده؟ البايب كونكشنز، الجزء اللي انا لسه مخلصه ده، كان بيتكلم عن ايه قبل البريك؟ ان انا عندي تو تانكس، عندي تانكين. تمام يا بشوي، عندي تانكين وموصل ما بينهم بخط انابيب. خط انابيب ده كان على التوالي، كان على التوازي، شفنا الكيزز بتاعته كويس. طيب افرض انا عندي اكتر من تانكين، اكتر من تانكين دي حاجه اسمها بايب نتورك. تمام يا رمضان، اكتر من تانكين دي حاجه اسمها بايب نتورك. الميثود اللي هنتبعها في الحل نسبيا مختلفه، نسبيا بس مش مختلفه كليا يعني. تمام يا فاطمه، كويس. طيب تعالى نشوف ايه اللي هنعمله وهنتعامل مع الموضوع ده ازاي. موضوع البايب كونكشنز ده ما فيهوش فيه لعب، يعني ايه؟ المساله خطواتها طويله شويه بس يعني ما فيش لعب. انا هوريك الافكار اللي بتيجي في الامتحانات. تمام، هحل معاك 3 مسائل مهمين جدا 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 جدا. يلا بس نشوف ايه الموضوع الاصل. بسم الله كده. بص يا سيدي، اتفقنا ان البايب كونكشنز بتشتغل لو انا عندي تانكين. افرض انا مثلا عندي اي عدد 4 تانكات مثلا، ادي واحد وادي تانك تاني وادي التالت وادي الرابع. حلو، 4 تانكات وموصل ما بينهم بخط انابيب زي اللي قدامك ده. حلو، الكلام اللي خدناه في البايب كونكشنز نسبيا هيختلف هنا. طيب يا سيدي، لما انا كلمتك امبارح عن معادله الطاقه وعرفنا ان الطاقه بتنتقل من النقطه الاعلى، ان السائل قصدي بينتقل من النقطه الاعلى في الطاقه للنقطه الاقل، نفس الكونسبت هنطبقه على البايب نتوركس. هقول لك معلومه لذيذه جدا جدا جدا، الفواقد الثانويه مهمله في كل البايب نتوركس. اي شبكه انابيب بهمل الفواقد الثانويه في 60 داهيه، مش عايزها اصلا. جميل. طيب التاني، السائل هينتقل منين؟ يعني من النقطه دي للنقطه دي في الانبوبه دي، ولتكن دي انبوبه رقم واحد، في تصرف انا مش عارف هو ماشي كده ولا ماشي كده.
هل مثلا جه من هنا وراح كده، ولا جه من هنا وراح كده؟ السهم بتاع التصرف كده ولا كده؟ معرفش. اعرف منين؟ اعرف اتجاه سهم التصرف من نفس الكونسيبت اللي انا لسه قايل لك عليه، ان الطاقه بتنتقل، ان اسف السائل بينتقل من النقطه الاعلى في الطاقه للاقل في الطاقه. طيب كلمه الطاقه هيعبر عنها هنا مجازا، مجازا بالمنسوب. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني يا سيدي لو النقطه دي منسوبها 30 والسطح هنا منسوب 40، يبقى اتجاه الفلو كده. احلى مسا خليفه. تمام. من النقطه الاعلى في الطاقه الاقل، كلمه الاعلى في الطاقه هنعبر عنها بمنسوب. نيجي للحق، الكلام ده مش صح، بس احنا هنشتغل كده. تمام، هنشتغل كده لان ده منهجنا، مش عشان انا بخترع طريقه سهله. لا لا، احنا هنشتغل كده بس مش ده الصح في الحقيقه يعني. قشطه. طيب اتفقنا ان كل الفواقد السنويه مالها مهمله. تعال نشوف منظر المساله بتبقى عامله ازاي وبنتعامل معاها ازاي. المساله اللي هيحلها لك دي في الشيت وفي امتحان قبل كده، في امتحان فاينل قريب وفي الشيت. يلا بينا نشوف منظرها عامل ازاي وبنتعامل معاها ازاي. الورقه دي ما تلزمنيش. ادي عامل السؤال بيقول لك: The following figure shows four tanks and five pipes. الشكل اللي قدامك بيوضح لي اربع تنكات وخمس انابيب. ماشي يا عم. The water surface in each tank is given. منسوب الميه في كل تانك معطى. The direction of flow in pipes 1 and 2 is shown. اتجاه الفلو في الانبوبه الاولى والثانيه معطى برضو. كل الهري اللي هو قايله لي ده هتلاقيه حاطه على الرسمه، هو بس بيزاولك بالكلام الكتير. Using the following table, find the discharge passing in each pipe and the diameter of pipe 4 and the water surface elevation in tank D. بص يا عم، بديك المنظر اللي قدامك ده، بديك اربع تنكات A و B و C و D. الاربع تنكات دول متوصلين بخمس انابيب زي ما قال لك، هو اللي مرقمهم. ادي الانبوبه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. اتجاه الفلو في الانبوبه الاولى والثانيه جيفن، مديهولك ده وده جيفن. عايز ايه هو بقى؟ شايف الجدول اللي قدامك ده؟ الجدول التيبل اللي قدامك ده مديك الديتا بتاعت كل انبوبه. الانبوبه الاولى مديك فيها ال ال والدي والكيو والفريكشن فاكتور. الانبوبه الثانيه مديك فيها كل حاجه. الثالثه مش مديك فيها الكيو فطالبه منك. الرابعه مش مديك فيها الكيو استفهام طالبه منك يعني. والخامسه مش مديك فيها الكيو طالبه منك. الرابعه في حاجتين مش مديهم لك، لا الدي ولا الكيو، طالبهم منك. ماشي يا عم، نبدا نحل ازاي؟ بص يا سيدي، نتفق على حل. دايما بتبدا تحل بالانبوبه المعلوم فيها كل حاجه. تاني جمله دي، بتبدا تحل الانبوبه اللي معلوم فيها كل حاجه. عظيم. طيب مين من الانابيب دي معلوم في كل حاجه؟ يعني كل الخانات بتاعته في الجدول مليانه، واحد واثنين. انبوبه واحد معلوم فيها كل حاجه، انبوبه اثنين معلوم فيها كل حاجه. ابدا احل واحد ولا اثنين يا سيدي؟ براحتك، انا هشتغل زي ورقي، هبدا احل واحد. طيب يبقى تعالى نمسك بايب واحد. بص يا سيدي، بايب واحد دي واصله من نقطه فين؟ بايب واحد دي اهي البايب من تانك ايه لحد نقطة E، هي دي بايب واحد اللي أنا هحلها. اتجاه الفلو فيها فين؟ أهو ده جيفن، ها؟ ده جيفن. طيب اتفقنا إن السائل هينتقل في أي بايب من الأعلى في الطاقة، من النقطة الأعلى في الطاقة للنقطة الأقل. القانون دايما اللي هستخدمه، النقطة الأعلى في الطاقة بتساوي النقطة الأقل في الطاقة زائد اللوزس، واللوزز دايما اف فراكشن. الماينور لوزز في الدرس ده كله مهمل. طيب الطاقه اتفقت معاها هنعبر عنها ايه؟ بمنسوب. طيب هو مين اللي طاقته اعلى؟ الطاقه الاعلى بتساوي الاقل زائد اللوزز. الطاقه الاعلى بتساوي الاقل زائد اللوزز. طيب مين الطاقه الاعلى؟ اكيد ايه. عرفت منين يا سيدي؟ لان السائل باين من اتجاهه انه منتقل من ايه لاي، وهو بينتقل من الاعلى للاقل. يبقى الطاقه الاعلى هي ايه؟ فالقانون ده يبقى تي ايه ايه لتي اي، طاقة يعني النقطة التانية اللي هي اي زائد اللوزز. طيب الطاقة بنعبر عنها بمنسوب. طب حلو،
منسوب نقطة ايه؟ 80. قشطة، يبقى 80 بيساوي منسوب النقطة الأقل اللي هي ايه؟ منسوب نقطة ايه عندي في المسألة بكام؟ لا ما عنديش، مش جيفن أصلا، ماشي ما أعرفش بكام، ده اللي أنا عايز أجيبه أصلا. زائد الفواقد اللي هي الفواقد السنوية والاحتكاك، لا يا سيدي قلت لك الثانوية مهملة، الاحتكاك بس اللي هي 8 في اف في ال في كيو سكوير على باي سكوير في جي في دي أس 5. ايه من الحاجات دي مجهول؟ ما عنديش. 8 ثابت، الاف مدهولي مثبته ب 2 من 100، ال مدهولك ب 2940، الكيو مدهولك برضو اهو ب 100، بس خلي بالك من الوحدات، كان مدهولك ب 100 لتر على الثانيه تضربها في 10 سالب 3. تاني كل درس بتقابلني نفس الوحده، ماشي يا عم. على باي سكوير ده ثابت، جي ثابت، دي اس 5 كان طبعا مديك الدي ب 30 سم، ما تنساش تخليها 3 من 10. معادله ما فيهاش غير التي اي بتاعت نقطة اي، طاقة نقطة اي يعني، ببساطة لو عوضت هنا هتطلع دي ب 20، يبقى 80 بتساوي طاقة نقطة اي زائد 20، يعني طاقة نقطة اي بيساوي 60 متر. يبقى طاقة نقطة اي بقت ب 60 متر. طيب كده انا خلصت اللي عايزه من الانبوبة دي، روح حل تاني انبوبة مليانة فيها كل المعلومات، هتلاقي الحياة اتضحت. مين أنبوبة عندي فيها كل المعلومات؟ أنبوبة رقم 2. يلا سيدي نحل أنبوبة رقم 2. إيه الموضوع؟ نفس الكلام، الطاقة الأعلى بتساوي الطاقة الأقل زائد الفواقد بتاعت الاحتكاك بس، ماشي يا عم. طيب مين النقطة الأعلى؟ هي واصلة من نقطة بي لنقطة اف، مين الطاقة الأعلى؟ أكيد نقطة بي، لأن هو رايح منها لإف. طيب طاقة نقطة بي بكام؟ 70، منسوب ب 70، يبقى 70 بيساوي دي بي ودي اف بيساوي طاقة نقطة اف زائد الفواقد اللي هي 8 في اف في ال في كيو سكوير على باي سكوير في دي اس 5 في جي. ايه من دول عندي مجهول؟ مفيش يا سيدي، ما هي انبوبة 2 معلومة عندي فيها كل حاجة. طب بسيطة جدا، نفس الفكرة اللي فاتت، لو عوضت في القانون ده هتلاقي دي طلعت ب 55، يبقى 70 بتساوي تي اي اف زائد 55، يبقى الطاقة بتاعت نقطة اف بيساوي 15. اسف، لو عوضت بدي هتلاقيها 15، يبقى التي اف هي ب 55. طيب بص بقى كده، بص ايه اللي حصل عندي. شايف الانبوبة الخامسة دي اللي انا ما كانش معلوم عندي فيها لا اي ولا اف، لا كنت عارف الطاقة دي ولا كنت عارف الطاقة دي، دلوقتي بقت معلومة عندي الطاقة دي ومعلومة عندي الطاقة دي. بايب خمسة اللي هي واصلة من ال اف لاف، معلومة عندي الطاقة دي لسه حاسبها من فوق، لما طلعتها طلعت ب 60، والطاقة دي لما حسبتها طلعت ب 55. هو ما كانش مديني اتجاه الفلو فيها، بس انا دلوقتي اقدر احسب اتجاه الفلو فيها. ليه؟ اتجاه الفلو من الاكبر للاصغر، يعني من ال 60 لل 55، يعني انا عرفت ان كيو 5 ده اتجاهه. تفرق تفرق جدا معايا. دلوقتي انا عرفت كيو 5 اتجاهه عامل ازاي؟ اتجاهه بالمنظر اللي قدامك. اشمعنى اتجاهه بالمنظر اللي قدامك؟ لانه بينتقل من الاعلى للاوطى. طيب تعالى بقى نحل بايب 5 دي نفسها اللي انا خلاص عرفت اتجاه الكيو فيها. ادي عن بايب 5. شكلها عامل ازاي اهي، وادي اتجاه الفلو فيها كده، ودي كانت ايه ودي كانت اف. مش انا عندي القانون بيقول لك ان الطاقه الاعلى بتساوي الطاقه الاقل زائد اللوزس؟ الطاقه الاعلى ب 60 بتساوي الطاقه الاقل اللي هي 55 زائد اللوزس اللي هي 8 في اف في ال في كيو سكوير على باي سكوير في جي في دي اس 5. بص يا سيدي، ايه اللي معلوم وايه اللي مجهول في الانبوبه الخامسه؟ ارجع للجدول، مديك كل حاجة في الأنبوبة الخامسة ما عدا الكيو اللي أنت عايزه، ما عدا الكيو. طيب كل حاجة موجودة عندي ما عدا الكيو، المعادلة كلها موجودة عندي ما عدا الكيو. 60 ودي 55 بعكس الإشارة، يعني 5 بتساوي الكلام ده كله مضروب في كيو، الكلام ده كله رقم. تعرف تطلع كيو ببساطة، تعويض مباشر، تطلع كيو 5، ودي أول مطلوب هو كان عايزه، هو كان عايز كل الكيوهات اللي مش عندك. أدي يا عم طلعنا أول واحد، كيو 5 هيطلع 25 من 1000،
ميت التكعيب على الثانية. طب طيب خلصت بايب خمسة وانا حليت واحد واتنين من شوية، نخش على انهي بايب؟ نخش على انهي بايب؟ تعال نخش على تلاتة. ليه على تلاتة؟ لان اربعة فيها مجهولين. خليني اخش على تلاتة. فين بايب تلاتة دي اصلا؟ بايب تلاتة، بايب تلاتة اهي، بايب تلاتة واصلة نقطة اي بنقطة دي، ادي بايب تلاتة واصلة نقطة اي بنقطة دي تحت. بس خلي بالك انا بقيت عارف الطاقة عند نقطة اي بستين. طيب الطاقة عند نقطة دي بكام؟ المنسوب ده مش جيفن، مش قايل لي. طب كده مشكلة. ليه مشكلة؟ أي عشان تعوض في اي قانون لازم تكون عندك اتجاهات الفلو. هل انا عندي اتجاه الفلو؟ لا. ليه لا؟ لان انا معرفش المنسوب ده بكام، فمعرفش الطاقة دي بكام، معرفش هو من اي لدي ولا من دي لاي. طيب اعمل ايه؟ بص بقى هعمل ايه. بص يا سيدي هعمل ايه. مش انت كان عندك من شوية شايف نقطة اي اهي؟ نقطة اي دي متصلة كده هنا بنقطة اف، ومتصلة كده هنا بنقطة اي. انا عملت زومنج بس على الوصلة دي، تعالى اوريها لك فوق. اهي ادي نقطة اي واصلة هنا بايه، وهنا بدي، وهنا باف. دي كانت اي اهي، صح كده؟ الاتجاه ده كان جيفن، هو الدهوني. والاتجاه ده لما انا عوضت في الانبوبه الاولى والانبوبه الثانيه عرفت انه كده. طيب من المنظر اللي قدامك ده اقدر استنتج الاتجاه الثاني. من المنظر اللي قدامك ده اقدر استنتج الاتجاه الثاني. بص الفلو هنا انا لسه حاسبه بكام؟ ب 25 من 1000. حلو الكلام، ركز معايا قوي قوي في الحته دي. الفلو ده ب 25 من 1000. طب والفلو هنا الكيو يعني بكام؟ الكيو هنا كان جيفن، كيو واحد ده كان جيفن، كان جيفن بكام؟ ب 100، 100 في 10 اس سالب 3 يعني 1 من 10. فاكر معادله الاستمراريه؟ فكك من معادله الاستمراريه، اعمل اتزان. ده 1 من 10 وهنا رايح 25 من 1000، تفتكر السهم ده هيبقى داخل ولا طالع؟ اعرف منين؟ انت المفروض ان كيو ان بتساوي كيو اوت، فقطعا ده هيبقى رايح كده. طيب قيمته بكام؟ بواحد من عشرة ناقص 25 من 1000 اللي هي 75 من 1000. تاني الحتة دي، أنا البايب دي حسبت فيها الفلو أهو وعرفت اتجاهه، والبايب دي حسبت فيها الفلو وعارف اتجاهه أصلا، لا حسبته ولا عارف يعني لا حسبته ولا حسبت اتجاهه، اتجاهه وقيمته كانوا جيفن. للسالي في البايب دي ما أنا ما عنديش المنسوب ده، يعني ما عنديش الطاقة دي، فما أعرفش اتجاه الفلو هنا بكام. عشان اعرف اتجاه الفلو هنا بكام اعمل اتزان، اتزان للوصله، الوصله اللي هي ايه؟ رايح كده يعني خارج 25 من 1000 وداخل 1 من 10. يبقى عشان اعمل اتزان لازم اللي داخل يكون زي اللي خارج، اللي داخل 1 من 10 يبقى لازم اللي خارج يكون 1 من 10. هنا منهم 25 من 1000 يبقى هنا 75 من 1000. مجموع الخارج الاثنين دول 1 من 10 اللي هو هو الان. عظيم كده طلعت كيو 3. عرفت الكيو هنا بكام؟ طالما طلعت كيو 3 ببساطة هعرف منسوب المية في التانك دي بكام؟ ازاي؟ يا سيدي هتعرف تطبق في المعادلة اللي ما عنديش غيرها. طالما السهم بقى كده بقيت أنا عارف إن الطاقة بتاعت إيه هي الأعلى لأنه ماشي منها رايح للتانية. يعني تي إي بيساوي تي إي دي زائد اتش إل إف. تي اي اي حاسبينها في الاول ب 60 بيساوي تي اي دي الطاقه عند نقطه دي، معرفش ده انا عايز احسبه اصلا اهو، زائد اللوزز. اعرف احسب اللوزز دلوقتي؟ اه كل حاجه هتلاقيها جيفن. 8 في اف في ال في كيو سكوير اللي انا لسه حاسبه ب 75 من 1000 على باي سكوير في جي في دي اس 5. كل حاجه عندك جيفن، هتعرف تجيب منسوب نقطه دي. يا سيدي لو عوضت هيطلع معاك هيطلع معاك هيطلع معاك الكيو 4 ده برقم، ماشي ما اختلفناش. تمام هتعرف تجيب الكلام ده برقم. طيب هيبقى لك اخر بايب عشان تحلها اللي هي بايب 4.
تعال نشوف بايب 4 وايه الوصله اللي هنتكلم عنها. نفس الفكره بالظبط اللي انا عملته، ركز هعمله تاني عشان لو ما فهمتوش. فين بايب 4 اهي؟ تعال ندرس وصله اف، هي اللي ماسكه بايب 4. ادي يا عم وصله اف، ادي اف طالعه هنا والاتجاه كان كده كان جيفن، ونازله كده اتجاه هنا معرفوش، وكانت هنا في اي واف والاتجاه كان كده انا حسبته. طيب تفتكر هنا هيكون كام؟ والله على حسب الارقام دي تعمل ان مع اوت تعمل اتزان. يعني سي مثلا الرقم ده كان 2 والرقم ده كان 1، يبقى الاتجاه في السهم ده هيكون ايه؟ الان بواحد والان باتنين، ما هي دي ان داخله الدايره ودي ان داخله الدايره، يبقى في هنا اوت كده بتلاته، عشان يبقى اتجاه مجموع الاوت بيساوي مجموع الان. جبت الكيو، طالما جبت الكيو هتروح تعوض في الطاقه الاعلى، بتساوي الطاقه الاقل زائد الفواقد اللي هي 8 في اف في ال في كيو سكوير على باي في دي اس 5 في جي باي سكوير. المجهود الوحيد كان عندك هنا هو دي، تعرف تطلعه دي 4 بيساوي كذا. مسألة مهمة كتير، هرجع لللايف لأن كمالة اللي أنا هعمله متعلق بيها. فمن دلوقتي لو عندك أي استفسار قول لي عشان لما أكمل تبقى أنت معايا. هرجع لللايف. لو أنت فهمت الموضوع ده من أول مرة دي حاجة عظيمة جدا، فطمني. لو أنت فاهمه بعد إذنك طمني، مش فاهمه قول لي، لأن المسألة جاية حلها على نفس الكلام. تمام يا عمرو، ربنا يطمنك. تمام يا مصطفى، تمام يا جمال، تمام يا فاطمة، تمام يا عثمان، والبقية. طب حد يسأل؟ تمام يا إبراهيم، الحمد لله عايش يا رجالة، عايش جدا يعني. تمام يا رمضان. طيب كويس جدا جدا جدا. طيب نخش على المسألة التانية، نخش على المسألة التانية على نفس الدرس، مسألة مهمة جدا. تمام يا كيرو، تمام يا هشام. في ورقين نزلوا، انتوا عارفين في معيدين بينزلوا ورق. المسألة اللي انا هحلها دي محلولة عند معيد بطريقة وعند معيد بطريقة تانية خالص. انا هقول لك الدكتور يحب يشوف ايه. تمام، الطريقتين ما بقولش ان منهم طريقة صح وطريقة غلط، بس انا هقول لك الدكتور لما اتكلم قال يحب يشوف منهم ايه. حلو، يلا بينا نشوفها. هانت، خلاص هانت. الورقة دي متلزمنيش، يلا عم نشوف المسألة. تمام يا عماد، بص يا سيدي. تمام يا مينا، بيقول لك for the pipeline system shown in the figure، نظام الأنابيب اللي بتبين في الشكل اللي تحت ده، the water level in tank A and point B and C and D is shown، ماشي، the dimensions of the three pipes are given in the table. حلو، the friction factor for the pipe equal 18 من 1000، ماشي. the pressure head at point D and C are 50 متر and 40 متر respectively. respectively يعني تواليا على الترتيب، يعني دي ب50 و C ب40. هو ايه اللي جاب الضغط هنا؟ يعني ليه بيديني الضغط؟ هتفهم دلوقتي. if the velocity in pipe 3 equal 1528
متر على الثانية، بيقول لك إن السرعة في البايب التالتة بواحد 528. ماشي يا عم. determine the rate of flow in pipes 1 و2. عايز الكيو الديستشارج، ريت الفلو هو الديستشارج الرجاله في بايب 1 و2. فين بقى المنظر اللي قدامي؟ ادي يا عم المنظر اللي قدامي. تانك اسمه ايه؟ مديني منسوبه، ونقطه سي مديني منسوبها، وبي مديني منسوبها، ودي مديني منسوبها. فين الاسهم يا سيدي؟ ما ادكش ولا سهم. ده ايه التوحد ده؟ ايه الداتا اللي اداها لك؟ اداك ال L وال D لكل بايب. طب والكيو هات؟ ولا كيو اداه لك. طب ليه طيب؟ ليه لعكنا ايه؟ طب كده مشكله. انا لا عندي كيو ولا عندي اتجاهات. طيب بص يا سيدي، اول مشكله في المساله، اول مشكله في المساله ان دي سي وبي ودي، دي مش تانكس، دي نقط حره في الهواء، والبايب كونكشنز لازم تشتغل على تانكس. فالمنظر اللي قدامي ده فيكس، معرفش انا اشتغل عليه، انا قوانيني ما تشغلنيش عليه. طيب اعمل ايه؟ حول النقط لتانكات. ايه ده؟ هو انا ينفع احول النقط لتانكات؟ على فكره النقط دي ينفع جدا احولها لتانكات. ازاي؟ بالعقل. بالعقل، ايه الفرق بين منسوب نقطه ومنسوب ميه عند نقطه ومنسوب ميه عند تانك؟ تفتكر ايه الفرق بين الميه اللي محطوطه كده براحتها في الهواء والميه اللي محطوطه في التانك؟ الضغط. الميه اللي محطوطه في تانك عشان هي موجوده في حيز اناء مضغوطه، عشان كده يا سيدي راح اداك الضغط عند سي والضغط عند دي. بمعنى ان انا لو حولت نقطه سي دي لتانك، هيبقى منسوب الميه في التانك عند سي بيساوي 10 اللي هو منسوب الميه عند النقطه زائد الضغط عند سي. طيب الضغط عند سي كام؟ ادولي ب 40. يعني لو حولت دي لتانك هتبقى منسوب الميه فيها، ممتازه يا مصطفى، الضغط فيها منسوب الميه فيها ب 50. نفس الكلام عند دي، عشان احول دي لتانك منسوب الميه هنا اللي هو ب 20 زائد الضغط اللي هو ب 50 تبقى 70. بيني وبينك هو مش الضغط بس اللي بيأثر، في عامل تاني بيأثر بس احنا بنهمله في منهجنا، فكك منه ما تشغلش بالك بيه، بس هو في عامل تاني للامانه العلميه. واصلا لو حطيته قيمته صغننه قوي 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 قوي، ففكك يعني المعلومه دي اسمعها وطلعها كده من دماغك. تمام، تعالى بقى نحول شكل المساله لتانكس. طب في مشكله انت مش واخد بالك منها، نقطه بي ما ادانيش الضغط عندها، ازاي احولها لتانك؟ مش هعرف، دي مش هتتحول لتانك اصلا، دي مش هتتحول لتانك. طيب يبقى انا اللي اعرفه ان انا اقدر اخلي شكل المساله بالمنظر ده. ده كان اصلا تانك ب 50، دي كانت نقطه ايه، وماشي كده، بعد كده كسر لتحت وفرع كده. الكسره اللي تحت دي ده هعتبره تانك، منسوب الميه فيه 10 زائد الضغط عند سي كان ب 40، يعني المنسوب ده برده ب 50، دي اسمها سي، ودي برده هتتحول لتانك عند دي، منسوب الميه عندها ب 20 وازود عليها الضغط اللي كان مدولي ب 50 بقت ب 70. اسف، دي بص بقى هنعمل ايه. هل انا عندي فلو؟ هو عايز الفلو في 1 و2، فين بايب 1 فين بايب 2؟ ادي 1 يا سيدي، وادي 2 يا سيدي، وادي 3. هو عايز الفلو هنا والفلو هنا. طب بص بقى، هو انا عندي الفلو في 3 اصلا، يعني هو عايزه في 1 و2، عندي الفلو في 3. على فكره ازاي هجيب الفلو في 3؟ في معلومه اديها لك انت ناسيها. if the velocity in pipe 3 equal 1 528، بيديك السرعه في بايب 3. طيب هو يا سيدي مش الكيو بتساوي في ايه؟ والله لو على الفي الدهاني بواحد 528. طب لو على الاريا، ما هو مديك يا ابني تحت، مديك الديامتر، مديك الديامتر بتاع بايب 3 ب 100 بالسنتي، يعني بواحد متر، يعني في باي دي سكوير على 4، باي في واحد سكوير على 4. من هنا هتعرف تجيب الكيو عند 3 هيطلع بواحد واتنين من عشرة متر تكعيب على الثانية. أكيد هستفيد بيه، أكيد في يوم من الأيام هستفيد بيه، ده عايش قوي. الكارثة الكبيرة اللي عندك، ما عنديش أسهم، ما عنديش أسهم، فأنا ما أعرفش المية هتنتقل. دي كانت بي، المية هتنتقل هنا إزاي؟ من بي لسي ولا العكس؟ ومن دي لبي ولا العكس؟ ومن بي لإيه ولا العكس؟ ما أعرفش. طيب دي مشكلة، هعمل إيه؟ هعمل إيه؟
المشكلة فين؟ المشكلة في اتجاه الفلو من بيلدي. المشكلة في اتجاه الفلو من بيلدي. معرفش هو رايح كده ولا رايح كده. طيب تعال نفرض فرض، انا عندي احتمالين، هو يا رايح يا داخل، صح؟ انا عندي احتمالين. الاحتمال الاول ان بي ودي اهي، دي بي ودي دي، ودي بي ودي دي. الاحتمال الاول ان هو من دي لبي كده. تعال ندرس الاحتمال ده. مش هو القاعده بتقول لك ان الطاقه هنا بتساوي الطاقه هنا زائد اللوزس؟ الطاقه هنا لسه حاسبها ب70 دول المنسوب، يعني بتساوي الطاقه عند بي زائد اللوزس. اللوزس اللي هي 8 اف ال كيو سكوير على باي سكوير في دي اس 5 في جي. دي كلها موجوده عندك، هتعرف تطلعها برقم هيطلع ب10. اذا الطاقه عند بي بيساوي 80، اسف بيساوي 60، 60 60 الغباء بيساوي 60. ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان الطاقه بتنتقل من بلدي العكس يعني. طيب ساعتها الطاقه عند بي بتساوي الطاقة عند دي اللي هي 70 زائد نفس اللوزس اللي هي طلعت ب10، فده معناه ان الطاقة عند بي بيساوي 80. فرد منهم صح والتاني غلط. ما هي 60 يا 80، مين الفرد اللي صح ومين الفرد اللي غلط؟ لو حد يعرف يقول لي في الشات سريع يبقى زي الفل. بص يا رجاله، رسمة الداخل والطالع ممتاز يا أشرف. رسمة الداخل والطالع، أنا من شوية قلت لك إيه؟ قلت لك إن لازم كيو إن بيساوي كيو أوت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفيش نقطة في الدنيا دي كلها، مفيش نقطة في الدنيا دي كلها كل الأسهم ناحيتها إن، أو كل الأسهم ناحيتها أوت. ممتاز يا كيرو. الفرد الأول هو اللي صح. انهي فرد الاول؟ اللي هو ده، اللي هو اتجاه القوه فيه الطاقه الكيو فيه هتبقى كده من دي لبي. يعني الطاقه عندي ب 60 مش ب 80. ليه؟ لان اصلا اتجاه الاسهم هنا ده رايح كده وده رايح كده، ده اوت وده اوت، يبقى لازم ده يبقى ان. انما الفرد الثاني ده اوت وده اوت وده اوت، هو مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا اصلا، مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده. طيب انت لو اشتغلت على الحل ده هتكمل والدنيا هتحلو وخلاص، الموضوع بقى بسيط جدا. طيب في حل تاني كنت ممكن تحله، هو الدكتور ما اتكلمش عنه بس هو يعني الدكتور يحب يشوف ده اكتر. طيب الحل التاني ايه بقى؟ حل ابسط من ده خالص، ولا تفرد ولا تعمل اي حاجه. بص كده رجعك للصفحه اللي فاتت. فاكر لما انا حولت النقط لتانكات؟ فاكر لما انا حولت النقط لتانكات فين اعلى طاقه طلعت عندي؟ نقطه 70. دي اعلى طاقه عندك في المساله. طالما دي اعلى طاقه يبقى هي اللي بتوزع لباقي الشبكات. يعني ال 70 دي بتقف هنا كده وتوزع لده وتوزع لده، فيبقى اتجاهات الفلو كده. الحل ده مش غلط طبعا، تمام؟ ممكن تحلها بالطريقه دي مفيش اي مشكله، بس هو الدكتور اتكلم على الحل التاني. انما لو حلتها كده مفيش اي مشكله، ولما جت سنتها واتحلت كده مفيش مشكله، بس بفهمك ايه اللي حصل. تمام تمام جدا. ادي عامل موضوع البايب كونكشنز وموضوع فارغ اصلا. شوف اخر مسألة عندي في الحصة كلها، مسألة مهمة جدا 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 جدا، والدكتور نبه عليها كتير قوي. المسألة اسمها نودل ميثود، هتلاقي في ناس مسميها كده، انا مش مسميها كده، هقول لك انا مسميها ايه وليه. ايه الكلام ده؟ تعال نشوف شكل المسألة بس. كل اللي كان مطلوب منك المسألة دي الدكتور حللها بالرقمة ومنزلها في المراجعة. Find the discharge in H pipe and H G.
عايزك تجيب الديستشارج في اتش بايب من البايبس دي، 4 انابيب، عايزك تجيب الكيو في كل واحده فيهم، حلو، ومنسوب نقطه جي. اتش جي ده هو عايزك تجيبها بكام؟ طيب يا سيدي فين الديتا اللي عندي؟ اهي مديك ال ال والدي والاف لكل بايب، ال ال والدي والاف. عندك كيو هيت ولا كيو؟ عندك اف، عندك فيو اريا تعرف تجيب بيها كيو هيت؟ برضو لا. طيب يبقى اكيد عندك اسهم. عندك اسهم؟ برضو لا. اسمع بقى المعلومه دي، اول ما تلاقي ان انت ما عندكش ولا كيو في المساله ولا سهم، ولا كيو ولا سهم، هتشتغل بطريقه نودل ميثود. الدكتور مسميها في ورقه اللي كان بينزله موديفايد سوليوشن، الحل المعدل يعني. عشان كده انت هتلاقيني منزلها في اخر مذكره اسمها موديفايد سوليوشن. نودل ميثود ماشي، هي اسمها فعلا دي اسمها صح، انا بس بقول لك عشان لما تشوف دي ودي في بالك الحل التاني من بدري يا كيلو. تمام اوكي. تمام. هو حل صح جدا وفكره ذكيه جدا، انك لا تفرد ولا تنيل، مين اعلى طاقه وزع بيها لباقي الشبكات وريح التوصه. قشطه. تمام نرجع بقى تاني في المساله دي. جيت احل ما لقيتش عندي ولا كيو، المساله اللي فاتت كان فيها كيو لان كان مدي لي في وكان مدي اريا، ما عنديش ولا كيو ما عنديش ولا اتجاه، يبقى هشتغل بالموديفايد سوليوشن. موديفايد سوليوشن ده حاجه رزع يعني، حاجه حفظ هتلزقها كده، حاجه بسيطه جدا. بتعمل ايه؟ بتمشي على الخطوات الاتيه، بتمشي على الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي. بتعمل حاجه اسمها فيرست اتريشن وسكند اتريشن، جدول وجدول. بتكتب ايه في الجدول الاولاني؟ بتحط البايبس، هما مثلا 5 بايب، بايب 1 2 3 4 5، رقمهم عادي خالص. تاني خانه بتحسب الاريا، ممكن ما تحسبهاش، فكك من خانه الاريا دي، بس عشان الدكتور حاططها انا حاططها، حلو، فكك من خانه الاريا. تالت خانه بتحط فيها الكي، تالت خانه بتحط فيها الكي، حيث الكي دي بتساوي ايه؟ الكي دي يا سيدي بتساوي 8 في اف في ال على باي سكوير في جي في دي اس 5. ايه ده؟ يفكرك بايه القانون ده؟ يفكرك بقانون الفواقد اللي بالاحتكاك، بس ايه اللي ناقصها؟ ناقصها تبقى مضروبه هنا في كيو سكوير. هو هو قانون فواقد الاحتكاك بتاع دارسي، بس ما فيش في الباست الكيو سكوير اصلا. عشان كده في ناس هتلاقيها بتكتب في ورقها ان الاتش ال اف بيساوي الكي في كيو سكوير. فهمتني؟ ما علينا، فك الكلام ده خالص. تاني تالت خانه هنحسب الكي، او خليها تاني خانه، فكك من الاريا. بنرتب يا سيدي او يا عم الجدول، بنرتب البايبس، حسبنا الكي بالقانون اللي انا كاتبه لك فوق. تالت خانه بتحط الاتش. ايه بقى الاتش ده؟ ركز معايا يا سيدي، ركز معايا. شايف الفور تانكس اللي قدامك؟ لازم 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 هتلاقيه مديك كل مناسبه، وهتفهم دلوقتي ليه. ده ب 100، ده ب 80، ده ب 40، ده ب 110. حلو الكلام؟ بتروح تفرض منسوب للنقطة اللي ملتقين فيها كل الأنابيب اللي هو عايز منسوبها أصلا، ودايما هيكون عايز منسوبها، نقطة الالتقاء دايما هيكون عايز منسوبها. بتروح تفرض لها منسوب من دماغك. طب ما كل واحد فينا كده هيفرض منسوب غير التاني، بس خليك ذكي. الشرط الوحيد اللي تتبعه عشان تفرض منسوب إن يكون متوسط ما بين أعلى منسوب تانك وأقل منسوب تانك. إيه يا عم الكلام ده؟ فين أعلى منسوب تانك في اللي قدامك؟ ال 110. فين اقل منسوب تانك قدامك؟ ال 40. يبقى افرض الجي في النص ما بين 110 و40، بس بالذكاء ما تفرضهاليش لا 80 ولا 100، لان 80 دي تانك و100 ليها تانك، وهي ما بينهم، هي لا عند ال 80 ولا عند ال 100. الشرط الرئيسي انك تفرض بين اول واعلى واحده، اصغر واعلى واحده، اللي هم 110 و40، بس بلاش تفرض 80، هي اكيد هتبقى اعلى من 80 واقل من 100. جبت الكلام ده منين؟ من المنظر اللي قدامك. يعني هي من 40 ل 110 وما بين 80 و100، يبقى افرض كام؟ 90 يعني. فرضتها 85، مش هخس عادي، بس افرضها 90 مثلا يعني. انا في المساله دي فرضها 90 فهشتغل على 90. طيب ما قلتليش برضو ايه الاتش ده؟ الاتش ده يا سيدي هو المنسوب في كل تانك، المنسوب في كل تانك ناقص المنسوب اللي انا فرضه. بمعنى اتش عند واحد هتساوي 100 ناقص المنسوب اللي انا فرضه ب 90، اتش عند 2
هتساوي 80 ناقص المنسوب اللي انا فرضه ناقص 90 وهكذا. هي دي خانة الاتش. الخانة اللي بعدها بتروح تجيب الكيو. ايه الكيو ده؟ حيث ان الكيو بيساوي جذر اتش على كي. شايف خانة الكيو الخانتين اللي قبلهم جذر دي على دي، جذر اتش على كي. تجيب الكيو، معلش لما تجيب لي الكيو عند كل انبوبة هات لي السيجما، دي السيجما كيو. ها الخانة اللي بعدها كيو على اتش، اقسم اخر عمودين على بعض كيو على اتش، وبرده خد لي السيجما بتاعته سيجما كيو على اتش. بعد ما خلصت الجدول الكتكوت ده بتروح تحسب حاجة اسمها دي اتش. دي اتش بتساوي ايه؟ 2 سيجما كيو، 2 الرقم السيجما اللي انت جبته من هنا، على سيجما كيو على اتش، سيجما الرقم اللي انت جبته هنا. حلو، جبت الدي اتش بقى عمال اعمل مالي انا ومال الدي اتش، انا عايز اتش جي، انا عايز اتش جي. اتش جي بيساوي منسوب نقطة جي، المنسوب اللي انا فرضه الفرض اللي هو ب 90 ناقص او زائد اسف الدي اتش، زائد الدي اتش اللي انت لسه جايبها بالقانون ده. الدي اتش دي باشارتها طلعت سالب هتحطها بالسالب، طلعت موجب هتحطها بالموجب، عشان كده حطيت لك دي زائد. تاني الجدول، رحت رتبت البايبس، ودايما ما تقلقش عدد البايبس، انا عارف السؤال ده هيجي في بالك، عدد البايبس ولا عدد التانكس دايما هيطلعوا زي بعض، اربعه. تاني خانه بتروح تجيب الكي، الكي ده بيساوي 8 في اف في ال على باي سكوير في جي في دي اس 5. تالت خانه بتجيب الاتش، ايه الاتش ده؟ المنسوب اللي في التانك ناقص المنسوب اللي انت فرضه، والمنسوب اللي انت فرضه ما تنساش بيبقى منسوب متوسط. ماشي يا عم. الخانه اللي بعدها الكيو، الكيو ده بيساوي جذر اتش على كي، الاتش على الكي والاثنين تحت الجذر طبعا، يعني الجذر اخرهم كلهم. وخد سيجما الكيو. اخر خانه كيو على اتش، اخر عمودين اقسمهم على بعض وخد لي سيجما كيو على اتش. جيب الدي اتش بان هو 2 سيجما كيو على سيجما كيو على اتش. الاتش جي منسوب النقطة اللي أنا عايزها بيساوي المنسوب اللي أنا فرضه، وتحط عليه الدي اتش بإشارته، بالسالب حط دي بالسالب، بالموجب حط بالموجب. طيب دي الفيرست اتريشن. السكند اتريشن هتعمل إيه؟ نفس الكلام بالظبط. يعني إيه نفس الكلام بالظبط؟ نفس الجدول. هتحط اتش وكي، خليك ماشي بنفس الترتيب اللي فوق، يعني الكي قبل الاتش. هتحط الكي إزاي؟ الكي نفس الكي بتاعت الجدول الأول، هتاخدها من فوق تحطها. والاتش بتساوي ايه؟ نفس الكلام، فرق المنسوب في التانك ناقص اللي انا فرضه، بس مش ناقص اللي انا فرضه، ناقص اللي انا جبته من الاتريشن اللي قبلها. تاني بص يا سيدي، مش الاتريشن الاولى دي اخر حاجه فيها كان اتش جي بيساوي المنسوب اللي انا فرضه زائد الدي اتش، الناتج ده هيطلع لي برقم، الرقم ده هو اللي اتعوض فيه في خانه الاتش، هو اللي اتعوض فيه بخانه الاتش، اتش المنسوب اللي انا فرضه ناقص الاتش جي اللي انا جبتها من فوق. والكيو نفس الكلام، جذر اتش على كي وتاخد السيجما، والخانه اللي بعدها نفس الكلام تاخد السيجما. مساله بارقامها هتوضح لك الدنيا قوي. انا هحل نفس المساله اللي فاتت دي بس بالارقام. فرضت ان منسوب نقطه جي ب 90، كان عندي اربع بايبس رتبتهم، الاريا قلت لك ولا ليها اي 30 لازمه. الكي اجيب الكي منين؟ يا سيدي عوضت في كل انبوبه بالقانون 8 اف ال على باي سكوير في جي في دي اس 5، طلع لي الكي عند كل انبوبه بكذا. الاتش احسب يا سيدي الاتش ازاي؟ الاتش ده ما هي الا ان انت بتروح منسوب الميه في التانك ناقص المنسوب اللي انا فرضه. التانك الاول كان منسوبه ب 100 ناقص 90 اداني 10. التانك الثاني كان منسوبه ب 110 ناقص 90 اداني 20. التانك الثالث كان منسوبه ب 80 ناقص 90 اداني سالب 10. التانك الاخير كان منسوبه ب 40 ناقص 5 ناقص 90 اداني سالب 50. بعد كده بتروح تجيب الكيو، ايوه جبتها منين؟ الاتش على الكي حطهم الاثنين تحت الجذر. 10 على 52% الاثنين تحت الجذر يديك 4.4، 20 على 13.9 الاثنين تحت الجذر يديك 1.2، وهكذا. خد لي السيجما بتاعتهم طلعت بالسالب، بالسالب بالموجب انا مالي. الخانه الاخيره كيو على اتش، 4.4 على 10 يديك ده، 1.2 على 20 يديك ده، سالب 1.3 على سالب 10 يديك ده، وهكذا. خد لي السيجما دي، خد لي السيجما دي. بتروح تجيب دي اتش، يا سيدي دي اتش بيساوي ايه؟ 2 في السيجما دي على السيجما دي، يعني 2 في سالب 6 و7 على 85%، طلع لك بسالب 15.8. جميل. السكند يبقى الاتش جي بيساوي ال 90، وخد الدي اتش باشارتها، هي طلعت سالب 15.8، يبقى 90 سالب 15.8 ب 74.2.
السكند اتريشن هتعمل ايه؟ الكي نقلتها من فوق، نفس الكي اللي فوق هي الكي اللي تحت. الاتش، الاتش بقى بتساوي ايه؟ منسوب الميه في كل تانك ناقص الاتش جي اللي انت جبتها من الاتريشن الاولى. بمعنى منسوب الميه في التانك الاول كانت ب 100، 100 ناقص 74 و2 يدي 25 و8. منسوب الميه في التانك الثاني كانت ب 110، 110 ناقص 74 و2 يديك 35 و8. المنسوب الثالث كان 80، 80 ناقص 74 و2 يديك 85. المنسوب الثالث كان 40، 40 ناقص 74 و2 يديك سالب 34 و2. روح جيب الكي، ايوه الكي دي بتساوي ايه؟ يا سيدي الاتش اسف الكيو، الكيو بتساوي الاتش على الكي الاثنين تحت الجذر. طلعت الارقام دي وما تنساش تاخد لي السيجما، طلع بموجب 54%. اخر حاجه الكيو على الاتش، اخر عمودين اقسمهم على بعض، كيو على الاتش، كيو على الاتش، كيو على الاتش، وتطلع الناتج وخد السيجما. بعد كده بتروح تحسب الدي اتش، افكرك بالدي اتش، بتساوي 2 في الرقم ده على الرقم ده، 2 في سيجما كيو على سيجما كيو على اتش، عوضت طلعت ب1.4 بالموجب. يبقى الاتش جي بتساوي ال 74.2 الاتش جي الاولى زائد الدي اتش اللي انت لسه مطلعها من الاتريشن الثانيه باشارتها، هي بالموجب خدتها بالموجب، طلع اتش جي النهائيه ب 75.6 متر. تروح تقول له يا سيدي اتش جي ب 75.2 اسف 6. المفروض ان انت تعمل ثيرد اتريشن وفورث والكلام ده، فيكس اعمل اتنين بس في الامتحان للتعليمات، يعني اعمل اتنين بس في الامتحان ان شاء الله، لازم هتلاقي مساله على الجزء ده لازم. تمام. طيب نرجع لللايف، لو عندك، انا كده خلصت الحصه، نرجع لللايف لو عندك اي سؤال في اي حاجه انا معاك. ومش هقفل اللايف غير لما كل اللي بيتفاعلوا دلوقتي باين ان هم 24 كلهم يقولوا ان هم تمام. كويس، يلا بينا. لو عندك اي سؤال في اي حاجه في الجزئيه الاخيره او في الحصه كلها دي، كل اللوزس بكل اللي فيها باذن الله، اي سؤال في اي حاجه قولي. لو ما عندكش سؤال بعد اذنك، بعد اذنك ما تستخسرش فيا، تقولي انك تمام وبكده تمام. تمام مصطفى، الحمد لله تمام. يا هشام عاش، تمام يا جمال، وعليك يا رب، وإياكم إبراهيم، ربنا يخليك، وإياكم يا مينا، ربنا يكرمك، تمام يا عمرو، تمام يا فاطمة، تمام يا جيسون، تمام يا رمضان، وإياكم يا رب، تمام يا كيرو، مالها شبكات المواسير. شوان محمد عثمان، الهارد كروس ملغية مش علينا، الهارد كروس الدكتور قال لو جبتها تبقى بونص، لما ما شرحهاش يعني ما قالش ان هي هتبقى علينا، الدكتور قال بالنص لو جت، لو جت هتبقى بونص، لما هي مش علينا، دي طريقة الهارد كروس. تمام يا مصطفى، عليك يا رب. تمام يا عماد، بالنسبة لخطوط الرسم هتلاقينا كاتبها لك في الورق بالتفصيل ازاي ترسم الخطوط التي ال والتي جي والكلام ده، كلام فارغ جدا يا جماعه ما تقلقش. تمام، هتلاقيها في الورق، ولو عندك فيها مشكله كلمني انا معاك. تمام تمام قوي يا علاء، الحمد لله. طيب باشمهندس مصطفى، الاتش جي دايما بيطلع المتوسط ما بين اعلى منسوب واقل منسوب؟ صدفه صدفه؟ لا لا لا، انت قصدك تاخد اعلى منسوب واقل منسوب تقسمهم على الاثنين ويبقى هو ده الاتش جي، دي صدفه. هو هيطلع على فكره في الرينج ده، بس تعملهاش كده، ما تضحكش على الدكتور يعني، بس هو دايما هيطلع في الرينج ده فعلا حتى بالنظر من المساله يعني. باشمهندس كيرو، والله الهارد كروس مش علينا اصلا. تمام يا اسراء، عفوا جدا. بالظبط، هي مش صدفه، هو دايما انا زي ما بقول لك هتطلع في الرينج ده، بس تعملهاش كده طبعا. انت تشيك على نفسك بيها، تشيك على نفسك بان انت لو خدت اعلى منسوب واوطى منسوب جمعتهم وقسمت على الاثنين، لو ناتجك قريب من المتوسط ده تعرف ان انت راجل تمام ماشي. تمام
أي سؤال؟ طيب حد يقول لي تمام. طيب ان شاء الله كده تكون الموضوع وصل لك. ادي يا عم درس اللوزيس كله للناس بهوى الموضوع. والله الموضوع بسيط جدا. درس اللوزيس مكون من 3 دروس شرحتهم بالتفصيل وحليت عليهم افكار كويسه، ان شاء الله يكونوا كافيين يعني، وعرفنا ازاي هنتعامل مع الافكار بصفه عامه يعني، زي ما انت شفت المسائل طويله بس سيستماتيك جدا. اخر مساله حليتها، ركز على الفكره دي جدا، مسألة البومبس اللي حليتها في البايب كونكشنز ركز عليها، مسألة الهدارات مع الوير مع ال الهدارات هي الوير الهبد ده، مسألة الهدارات والفتحات والبايب لاين بعد إذنك خلي بالك منها قوي قوي قوي. تمام يا مصطفى، شيك بيها. أتمنى الحصة تكون فادتك وتكون غيرت وجهة نظرك عن اللوزس. الفيديوهين دول هيفضلوا موجودين بإذن الله، هتلاقيهم على قناة التليجرام والورق موجود في كل اللي أنا شرحته وحليته بالرقم. كورسات طيبين، المنهج خلص والسنة خلصت ودوري خلاص كده معاك السنة دي. ربنا يوفقكم، وما تنسانيش بدعوة حلوة. ونتقابل في أول حصة في سنة ثالثة بإذن الله. ربنا يوفقكم، مع السلامة.